في احد فنادق الدق الكبيره، وقلت ده مشروع مصر اللي جاي، وبدات استخلص ليه واحط ليه معايير، والمعايير دي دقيقه جدا تستمر. وفي 2000 وبعد 2016 كمان هيئه الرقابه الاداريه دخلت في المشروع وحوكمته واشتغلت كمان، كنت انا يعني خرجت من الوزاره بدات تاخده وتكمل فيه وحوكمته بشكل كبير جدا. وانا من اولوياتي اول ما رجعت هذا المشروع، المشروع ده جبت له تمويل خارجي وبخصص له ميزانيه كبيره جدا. المشروع ده احنا بنلف 27 محافظه في لجان فنيه وعلميه والاتحادات نكتشف، ايوه عاملين 11 لعبه من ضمنهم الالعاب المميزه لمصر فيها، وحطينا لعبتين جامعيتين دلوقتي وبنزود، اللي هي مشروع الهاند بول عندنا يفرح حاجه يعني ساينتفكلي يعني، وعندنا كمان السله دلوقتي بتطلع، هتشوف دلوقتي بتطلع ازاي يعني. وحطيت السكواش احنا مصر مش هيقع منها زي ما وقع من دول اخرى طلعت ونزلت، حطوا مشروع قومي، بس كل مشروع ليه طريقه. وكمان الكوره لها اختلاف، فعملتها مع قطاع خاص لان انا مش هعرف اسوق الاولاد دول بعد سنتين وثلاثه، فعملته مع قطاع خاص. اذا احنا عارفين هاخد المنتج ده في خلال قد ايه؟ احنا شغالين لان بدا يطلع افريقيا ومصر من الولاد دول. فعندنا مشروع قومي، مش هقول تفاصيل كتير، بس المشروع القومي ده احنا مثلا في الوادي الجديد لقينا اولاد بيعملوا وثب طويل من الثبات رقم مصر، وهو ما بيلعبش حاجه خالص، انماط جسميه لانها في محافظه. وعملنا توزيع طبقا للدراسات الديموغرافيه السكانيه والجيوغرافيكس اللي هي الجغرافيه، يعني بعض الاماكن فيها نسبه الاكسجين اكتر وعلى بحر، تختلف من اماكن ليها واقع الحر والمناخ بتاعها يختلف، عدد السكان والتركيبه كمان الخاصه بالنمو وحاجات كتيره قوي. عملنا حساباتنا بشكل علمي جدا، لقينا كام واحد، جمعنا كام واحد، ده احنا عندنا دلوقتي حوالي 4000 واحد. 4000 ال 4000 بيتحطوا سنتين سنتين سنه سنه، المشروع بيبدا من سنه كام؟ من سن في لعبه بداناها من 2004، مواليد 2004، احنا دلوقتي شغالين لغايه 2008 ويفنج من 2004 ل 2008 ويفنج سيستم. ال 4000 دول 2004 ل 8 من 2004 ل 2008 على حسب طبيعه اللعبه وعلى حسب سن اللعبه اللي يبدا بيها مع الخبراء اللي موجودين، والمدربين بندربهم على هيعمل ايه، والاداريين بندربهم هيعمل ايه. وكمان حتى احنا كنا بندي بدل كلهم في المحافظات ولا بيجوا 27 محافظه 316 مركز بنسميه حاضنه، بدل حاضنه رياده الاعمال حاضنه رياضيه. حاضنه رياضيه الولد بياخد راتب من 600 ل 800 جنيه، الراتب ده يعني في بعض الاماكن بيشكل جزء من دخل التغذيه في البيت في بعض الاماكن يعني. وبنجيب لهم لبسهم، بنعلمهم ولاء وانتماء لبلدهم، بلف على المحافظات من اولوياتي، اداره عامه مسؤوله عن هذا الموضوع، لجنه فنيه ولجنه علميه فوقها، ده مشروع مصر اللي جاي. ده ممكن نلاقي منهم ابطال عالميين. بقينا دخل منهم في الجودو يعني محمد اللي موجود اللي هو نافس وما خدش، ده من المشروع ده. احنا عندنا قطاعين بيبنوا تحت، قطاع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ده 6 سنين، سنتين سنتين سنة سنة، مشروع قومي بيبدأ بالموهبة، فقر الموهبة، وبعدين بقى واعد، وبعدين بطل أولمبي، وبنعمل له اختبارات بمراحل مختلفة، جنبه المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية بندعمها في مدارس رياضية، وده جهد كبير جدا المؤسسة العسكرية بتعمله للألعاب الفردية جنبنا بالتوازي، وكمان بتاخد من خلال أنديتها الأولاد المميزين، أصبح احنا ميزانين موجودين بيبنوا للي خارج من 2024، بالرغم ان هو دعم 2024 لكن هيكون موجود قوي جدا 2028 اللي اصلي كمصر. ايوه ان انا اتقدم بملف اولمبياد وانا بتابع طوكيو، مش ناقصني حاجه، كل اللي انا شفته عندي. فخامه الرئيس بيعمل لمصر ايه؟ فخامه الرئيس بيعمل لمصر مدينه مصر الاولمبيه. دي من الجيل، اذا كان في الانشاءات الرياضيه والاستادات وصلنا للجيل الخامس. دي الجيل الثامن. مدينه مصر الاولمبيه على اكبر مساحه على اعلى مستوى، بيتعمل فيها كل حاجه تتخيلها او لا تتخيلها في الاحلام. احنا كان عندنا اجتماع الانوكا اللي هي اتحاد اللجان الافريقيه، فخامه الرئيس وجه ان احنا ناخد الناس دي تزور. الناس دي لما